الثانية تعرف مشاركة سمير جمع. سمير جمع وأيضا ثلاثي وتبقى ثلاثي. فنعطي النتائج، المركز الرابع فهو بالنصيب أو السابع لطريق بوكطيب 15 متر و88 سنتيمتر، المركز العاشر فهو بالنصيب عبد الرحيم زول. يلا شباب خاص نتائج أحسن، خاص نتائج أحسن. سباق الـ 1500 متر سلسلة إقصائية ثانية، تعرف غياب البطل آرثر كاكوجي من الكونغو الديمقراطية. سباق انطلق، الصدرية 418 سمير جمع و 408 للبطل المغربي فؤاد الكعام. فكنتابعونا الانطلاقة والسباق اللي تتبقى له ثلاث دورات. فنيديا ستكون كبيرة جدا بين المتسابقين، كما قلت الصدرية 418 و 408 هما الأبطال المغاربة. قميص الأحمر كان من تحقيق حضور ممتاز. الكعام يلا كعام يلا كعام يلا كعام، المركز الخامس مغربي حتى هذه اللحظة من طرف البطل المغربي الكعام، في حين تراجع كثيرا سمير جمع اللي رجع للخلف. كما قلت المفروض يكون تأهل ديال العناصر المغربية، احنا ماشي في منافسة ديال البحث عن الذهب، ولكن احنا في منافسة البحث عن التأهل، وبالتالي لابد من فرض الذات والإيقاع على هاد العدائين الأفارقة اللي أقوياء بكل تأكيد. الكعام كيبقى الآن بعيد عن الكوكبة كيف كنلاحظوا، فهو متأخر 100 متر الأخيرة الآن، 100 متر الأخيرة. العدو الآن صوب المركز الأول والثاني والثالث، وأعتقد أن الأمور صعبت بشكل كبير، أمور صعبت بشكل كبير. فنتمنى أنه عامل توقيت يخدم مصلحة العناصر الوطنية واللاعبين أو العدائين ديال المغرب. شادول ما عندوش الفينش، ما عندوش الفينش مقارنة مع العدائين. شاد هيب هوب أسباب طويل طويل طويل، وغادي وضحك ضحك وكيتناقش مع الكاميرا الآخر. شوف هنا 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 الحوار، هنا الحوار. ايوا هادو هما الكينيين، هادو هما الكينيين. أزبيل كيبروب، أزبيل كيبروب و 323 البطلة الأولمبية السابقة ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية وعضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وكذلك السيدة فايليت أودوغو عضو الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى.